يعني هي أولاً القضية هي ليست طارية وليست مستحدثة وليست بالجديدة، نعم، إنما هي تضرب بأطنابها التاريخ القديم. يعني لدينا جماعات متطرفة غالت في ما يسمى بحب علي بن أبي طالب، وهم يعني على سبيل المثال للحصر الأفطحية كانوا أيضاً يغالون، الإسماعيلية كانوا يغالون، الكيسانية كانوا يغالون، الحرورية كانوا يغالون، يعني الكثير منهم. لكن تطورت المغالات هنا في جماعة القربانية، يعني هم أصبحوا يقترعون، وبالفعل وقعت ضحايا على أثرها. واتضح فيما بعد أن هذه السلوكيات المشينة التي اشترحوها واقترفوها في محافظة ذي قار بالخصوص، طبعا هي الظاهرة منذ تسعينات القرن المنقضي بالمناسبة. يعني قد يعتقد سائل بأنهم هم وليدوه عام 22 أو 23، لا، هم تطورت أمورهم عند حقبة تسعينات القرن المنقضي. لكن في حينها تصدى لهم المرجع الأعلى الشهيد الله الأكبر السيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، تصدى عليهم ونبذهم وطردهم ودعا لعدم اتباعهم، وبالفعل يعني نجح في إتمام رسالته فيما يتعلق بنبذ هذه السلوكيات. لكنهم عادوا إلى الواجهة عند مطلع يعني 2007 بالتحديد، يعني وكانوا في مناطق نائية من البصرة وتشكلوا على شكل نواة، ويعني كانوا أيضا يتواجدون في إيران وبالقرب من ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، وكانوا أيضا يتبعون شخص يسمى بالمولى. وأيضا هذا الشخص هو شخص مجهول لم يتم كشف النقاب عنه، رغم تبني بعض الجهات على أنه فلان وفلان، لكنه قد يكون شخصية كاسبرية غير واضحة وغير بينة. ممكن هاي الشخصية تكون مرتبطة بمخابرات أو أجندات خارجية؟ ممكن تكون مرتبطة ببعض الأفكار، يعني الدافع المحرك لها ممكن أن يكون من البعثيين، يعني هناك خليط من هؤلاء، يعني كأنما يريدون أن يقولوا أن هذا المذهب هو المذهب الذي خرج لنا من ظهرانينا أو من ظهراني هذا المذهب هؤلاء المتشددون. لكن بعد أن تم ملاحقتهم من قبل جهاز الأمن الوطني وتم متابعتهم بشكل فني وبشكل دقيق، اعترفوا بأنهم خليط عشوائي وليس منظم وليس عقائدي ولا يبت إلى العقيدة بالصلة، وهم ليسوا من الدين بشيء، إنما هو دعة وفراغ، وهذا الفراغ ولد لديهم صورة أخرى من صور الانحراف الفكري، نعم، والتشظي السلوكي عبر هذا السلوك الذي اشترحوه في عملية القتل. وبالمناسبة يعني لا توجد ضحايا كثيرة لهم عكس ما يشاع.